فيديو النهارده انا مبسوطه قوي من الحاجه اللي جات لي. انا مبسوطه. فيديو النهارده unwrapping ميكاجيز gift. ميكاجي الشركه بتاعت الميك اب بعتت لي هدايا انا ما فتحتهاش وما شفتهاش، فاحنا عايزين نروح دلوقتي نفتحها مع بعض. اللي مش فاهم اي حاجه في اي حاجه، انا ميكاجي ضمتني من ضمن نادي مبدعات او الكريترز كلوب، يعني انا بقيت دلوقتي اعتبر بشتغل معاهم. بيبعتوا لي حاجات، ببعت لهم حاجات كده كتير. المهم تعالوا نروح نفتح الجفت مع بعض ونشوفها كلها مع بعض. طيب بصوا يا جماعه، هي دي الحاجه اللي جات لي. اول حاجه طبعا فلوس صغيرين، بس هي جت من كمال عثمان من دبي. No limit in the sky that I won't fly for you. No amount of tears in my eyes that I won't cry for you. زي ما شفنا طلعوا مش ميك اب بس، طلع في حاجات كده، بس انا يعني لسه هنفتحها دلوقتي ونفصصها مع بعض. يعني انا متشوقه. طيب الكارت هقراها تاني. طيب ميكاجي: Dear Angel, welcome to the Creators Club. We hope you love the products we sent. اهلا بيكي بنادي المبدعات، نتمنى يكون المواد اللي بعتناها لك عجبتك. طيب واضح ان هما بس مش ميك اب، يعني هما فيهم حاجات فيشل برودكتس، يعني مواد للوش. طيب في واحد اسمه جنتل كلينزنج ميلك، حليب تنظيف البشره للوش والعينين والشفه. حلو، صنع في ايطاليا، ميد ان ايطالي. ما تستغربوش لو الضوء عمال يجي ويروح يجي ويروح، مستخدمه الشباك وجدة في حالة سيول دلوقتي، فالغيم في حالة صعبة. الغيوم whatever. في حاجة تانية اسمها ميسلر او ميسلار 3-in-1 cleansing water. ميسلار 3-في-1 ماء منظف. ميكاجي made in Italy. حلو ده. طيب في هنا واحدة تانية زيها، brush cleanser، منظف الفرش. ده صنع في فرنسا، made in France. I like. طيب في حاجة تانية، instant nail enamel remover acetone free، مزيل طلاء الأظافر الفوري لا يحتوي على أسيتون. ده اللي هما زي اللي بيطلعوا على انستجرام، اللي هو بيجوا فيه سفنج في حتة قوية قوي، دي اللي بتدخلي ايدك فيها كده. في حاجة تانية هنا اسمها باي فيز واتر بروف ميك اب ريموفر، مزيل مكياج مقاوم للماء على مرحلتين. فور ايز اند ليبس، للعينين والشفايف بس. ميد ان ايطالي، صنع في ايطاليا. صنع في ايطاليا. ده يعني طب ايه ده؟ يعني طريقة الاستخدام: يروج جيدا قبل الاستخدام. So we have to shake it. I like. طيب في كمان هنا قطن، طيب في هنا cleansing wipes، مناديل لإزالة المكياج. دي بقى life saver، دي يعني لأنه دي في الحفلات الواحد بيبقى فحوسة لما بيحصل أي حاجة في وشه، يعني بيحتاج بقى يغسل وشه بصابون وبتاع لو مش معاه ميك اب ريموفر، فدي تحفة بقى. في كمان، خلاص دول بقى البرودكتس بتاعت الوش أو المواد بتاعت الوش، خلاص خلصت. فاضل بقى الميك اب. لونج وير فاونديشن، اساس الفترات الطويله. سوبر لونج لاستنج، نو ترانسفور فورميليشن، يدوم طويلا تركيبته ثابته. ميد ان ايطالي، صنع في ايطاليا. فاونديشن. طب ايه رقمه؟ 302. تعالوا بقى نجربه عشان ايه، هو مش سائلني على الشيل، مش سائلني عن اي حاجه، انتوا عارفيني اصلا انا مش بحط فاونديشن، ف يطلع نفس الشيء. اي لايك الحاجات اللي فيها كده. اي
نجرب. بصوا او ماي جاد فول كفرج اي لايك ات سو ماتش. نفس الشيد. بعدين في برايمر. انا نيفر هاد ا برايمر برضه, عمري ما كان عندي برايمر. طيب ميك اب برايمر اساس المكياج. تعالوا نشوف. ميد ان ايطالي برضه, صنع في ايطالي. هو شفاف طبعا بس مين تستر برضه. حلو. مات كومفورت ليبستيك احمر شفاف مطفي مريح للشفايف. رقم البرايمر 101 والليبستيك ده 902. او ماي جاد اللون اللي بتمناه. او ماي جاد هو باين فاقع على فكره قوي في الفيديو, بس يعني هو ايه لونه لحمي هو البني الفاتح. انا جربت جول. في كمان هنا ايه اتبهدلت الفاونديشن. برو كونتور باودر كونتور للوجه, علبة باودر كونتور والإضاءة مع فرشاة ودليل خطوة بخطوة. كونتور اند هايلايتنج باودر كيت اند برش ستيب باي ستيب جايد. صنع في ايطاليا, ميد ان ايطالي. العلبة العلبة جول العلبة جول العلبة جول. أو حطيت لك النمبرز على كل واحدة فيهم, حطيتها لك برضو في الجايد. حلو قوي قوي ده الفرشة بتاعته. بحب قوي لما بتبقى الفرشة مكتوب كده عليها الماركة, اللي بتحس انك ماسكة حاجة نظيفة كده. وده الجايد او اللي يعني بيقول لك تعملي ايه وتستخدمي انهي واحدة في ايه وكده, في بالانجلش وفي بالعربي. دي اكيد فرش. برش سات 10 بيسز, فرش 10 قطع. انا مهما كان عندي كمية فرش ادماني برضه اجيب فرش تاني. هموت اجيب اليونيكورن وانس اللي هما بتوع وحيد القرن ده مش عارف بيسموه ايه. طيب I like them قوي, تحسهم كده شارب قوي اللي هو بتوع الرسم بجد الصح ده. انا دلوقتي ده اهو بوريكم الحاجات اللي جابوها, المرة الجاية بقى نستخدمهم مع بعض. طيب في كمان براو جرومينج كيت باودر اند واكس, طقم ترتيب الحواجب باودر وشمع, صنع في ايطاليا, ميد ان ايطالي. دي 902. النمبرز هكتبها تحت, بس احس اكتبها لما يكون اي لايك الباليت قوي. العلبه تحفه كده. واو هو مش بس باودر, هو مع جل كمان. I like it. حلو قوي قوي. حتى الفرشة بتاعته شوفوا شارب قوي, واحدة للفيلينج كده تخينة كده شوية والتانية for drawing. Oh my god I like it. طيب في بعدين هنا Ultra Gloss Precision Liquid Eyeliner, محدد العيون السائل للإطلالة اللامعة الدقيقة. رقمه 101. يا جماعه ما تستغربوش من النور رايح جاي, قلنا في سيول. سيول يعني في غيوم, غيوم يعني الدنيا كل شويه تيجي وتروح بس كده. تعالوا نشوف. I like the brush. بصوا كده كانه ماركر. البرش حلو قوي كده معرفش. في بعدين براو كونتور ريتريكابل اي براو بنسل, قلم كونتور الحواجب القابل للسحب. كونتور الحواجب I never had this one. رقم ده كام؟ ده رقمه 902 برضه. ده بني برضه, بني غامق. طيب في ايه تاني؟ حاجات حلوة قوي بجد. لاش بيرفكشن 5 ان 1 ماسكارا, ماسكارا 5 في 1 رموش مثاليه 101. رقم اي لايك العلبه شوفوا. بصوا الفرشه
دي واحدة كده من فوق الاسود ده، في بقى طبعا واحدة تانية جوه اكيد. واو so thick oh my god تحفة 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 في كمان color intense retractable eye pencil قلم العيون الكثيف اللون القابل للسحب 101 برضه. اهم حاجه بس ايه ما تلخبطش ما بينهم، حط الاي بنسل اللي هو تبع الاي براو كونتور. حلو حلو حلو، انا بعشق حاجه اسمها كحل، بعشق بحسه حاجه جوز كده قوي في نفسه. طب ايه في حاجه تانية؟ اوه ماي جاد ذاتس ات ذاتس ات ذاتس ات ذاتس ات ذاتس ات ذاتس ات. طيب بس هي دي الحاجة اللي وصلت لي من مكياجي، أتمنى تكون عجبتكم زي ما هي عجبتني. أنا انبسطت قوي من الحاجة اللي جات لي، خاصة إنها بعتت لي الحاجات اللي هي مش عندي أصلاً، اللي هي الأساسيات اللي أنا محتاجاها أوريدي فعلاً. هما مش قايلين هما يبعتوا لي إيه، أنا كل اللي أعرفه إنه هيوصل لي جيفتس خلال مش عارفة كام يوم عن طريق دي اتش ال. بس كده رسالة بقى لمكياجي، بس دي هضطر أقولها بالإنجلش لأن هما اتعاملوا معايا بالإنجلش وهترجمها لكم برضه بالعربي. طيب thank you so much مكياجي for sending me these amazing products and I really like them. Perfect shades. Of course I'm going to do another video putting these products on my face. I'm going to use them. Perfect shipping. I really liked it. بس thank you so much. ترجمة بقى، بقول لهم شكرا جدا مكياجي على المواد اللي انتوا بعتينها لي، درجات طلعت صح قوي. ان شاء الله في الفيديو هعمله احط فيه الميك اب واستخدم فيه الحاجات دي، والتوصيل كان رائع وصل خلال يومين. وبس that's it with the video. I hope you guys like it. Like, subscribe, share الفيديو، اعملوا لايك، اشتركوا وانشروا الفيديو. انستغرام تحت، سناب شات تحت، فيسبوك بيج تحت، فيسبوك اكونت تحت. الفيديو الجاي كان من اختياركم انتم. وبس كده، باي باي، اشوفكم المره الجايه.